عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هو 4 علامات تدل على أن هناك شيء خرج في جسدك بإذن الله تبارك وتعالى، سواء خدام السحر أو العين والحسد أو العقد. العلامة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى أن تحلم وكأنك مستيقظ بأن حشرات خرجت منك، أو دود أو قطط أو نمل أو أفعى أو كلاب أو عقارب، أو كأن خيال أو سخونة أو برودة أو تنميل أو حريق أو عذاب خرج منك في أصابع اليدين أو القدمين أو من الفم، أو كأنك تقيأت الدم أو تقيأت الدود أو تخرج الشعر من فمك. كل هذه العلامة تدل على أنك أبطت العقد وأخرجتها والخدم كذلك من جسدك بإذن الله تبارك وتعالى. العلامة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى أن تستيقظ من ذلك الحلم وأنت منشرح الصدر مرتاح البال بإذن الله تبارك وتعالى، ذهبت الوساوس، ذهبت الألم التي تكون في الجسد. العلامة الثالثة بإذن الله تبارك وتعالى أن تقبل على العلاج أكثر وتقبل على العبادة أكثر. هذه العلامة أن هناك شياطين خرجوا. العلامة الرابعة بإذن الله تبارك وتعالى أن لا تحلم بعدها، فإذا حلمت بعدها فقد يكون هناك شياطين آخرون أو أن ذلك الشيطان لم يخرج. كل هذه 4 علامات تدل على أنهم خرجوا بالضبط وبطلت العقد، سواء عقد السحر أو العين والحسد. في اليوم التالي الذي ستنام فيه أن لا تحلم بهذه الأشياء، الكوابيس أو غير ذلك من الأمور، وأن تكون مرتاح بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا حلمت مثلا، فإذا كنت في الحلم دائما تحلم بالكوابيس الكثيرة، أما اليوم التالي فأصبحت تحلم ب5% فقط، فهذا يدل على أن هناك شيئا خرج من جسدك، سواء خدام السحر وبقي القليل، وهذا القليل عليك أن تخرجه بإذن الله بالبرامج التي تتبعها بإذن الله تبارك وتعالى. فركز بإذن الله تبارك وتعالى لكل البرامج التي تفعلها وتؤثر عليهم. لذلك قلت لكم عليك أن تفعل كل برنامج في الأسبوع لكي ترى ما هو البرنامج الذي يؤثر عليك. فالبرنامج الذي يؤثر عليك كثيرا سواء في أحلامك أو في يقظتك فهو الذي عليك أن تتبعه، فإن القرآن كله شفاء. يعني لا فضل على تلك الآيات وهذه الآيات، وإنما الفضل يكون بإذن الله تبارك وتعالى في الإيمان. فإذا تفضل الآخر على الآخر في الإيمان اقترب شفاؤه بإذن الله تبارك وتعالى. فكلما أحببت ربك وتيقنت به وتوكلت عليه كان الشفاء إليك سريعا بإذن الله تبارك وتعالى. وإنما يبتلي الله من عباده الذين اصطفاهم لهذا الأمر. لذلك إخواني أخواتي ركزوا على هذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى، واجتهدوا إخواني أخواتي فسترون البشرى بإذن الله تبارك وتعالى في كل يوم وفي كل ليلة، حتى يشفيكم الله عز وجل بإذنه وقوته.